استحدثت الحكومة الأسترالية شبكة اتصالات للهواتف المتنقلة في أكثر البيئات قسوة. اللافت أن الشبكة ليست مخصصة للمناطق الأسترالية النائية بل للقطب الجنوبي. يعمل النظام الجديد على بث موجات يمكن لأي هاتف محمول في أنتاركتيكا التقاطها بسهولة، لكن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو تسهيل تبادل المعلومات بين مراكز الأبحاث المنتشرة هناك. تصل تغطية الشبكة إلى أكثر من 150 كيلومترا مربعا على أن تتم توسعتها في المستقبل لتشمل المحيط المتجمد الجنوبي. هذه صور كاميرا سكاي نيوز عربية بالمناسبة دالية، يعني نستذكرها، يعني سكاي نيوز عربية كانت الأولى التي تصل إلى القطب الجنوبي. أعددنا تقريرا مطولا، نيفين أفيوني كانت مفادتنا هناك قد أعدت هذا التقرير وعدت بهذه الصور بكل تأكيد. لربما هذا حديث مناسب تحديدا يعني مع قروب أو اقتراب أليكسا يعني في المنطقة. منظر جميل، طبيعة خلابة، ولكن أيضا يعني عندما أنظر لهذه الصور أتذكر بأن الطقس بارد جدا جدا، وأتذكر برودة الصباح، وبالتالي تمام. يعني هذه البرودة هي التي كانت تمنع الاتصالات عادة من أن تتم بنجاح، حتى الأجهزة من أن تعمل هناك بسهولة. الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية هي التي كانت الأساس، لازالت تستخدم حتى هذه اللحظة هناك، ولكن الآن نحن نتحدث عن هواتف عادية يمكن أن تعمل بشكل جيد جدا هناك. هذه الشبكة لن يتم تأسيس مركزها، أو لربما نتحدث عن أبراج التقوية على الجليد، ستكون بعيدة، ستقوم بإرسال هذه الموجات هناك، موجات راديو كما أطلقوا عليها الأستراليون، معينة تستقبلها أي أجهزة وأجهزة موبايل دون عناء يذكر. وهذا إنجاز هناك داليا، يتم تحميل البيانات عن طريقها أيضا لتناقلها ما بين مراكز البحث.